بسم الله الحمد لله والله أكبر. حنا كنا فيما مضى قاربنا بعض آيات من سورة إبراهيم عليه السلام، ها نحن نعود إليها. يقول رب آية 15 من نفس السورة إبراهيم عليه السلام: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني كانوا اليهود قبل فتح ربنا لقلوب بعض أهل المدينة، لأنه يرسل بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، طلع البدر علينا ولا يسخر من المؤمنين هنا، هل جماع الحمر ذوما يسخروا منا، قال طلع البدر علينا. هو ربما يقصد بعض زعماء النهضة، خاصة زعيمهم الأول، ربما يقصدوا هذا. لكن على كل حال يقرون وراء اللي يشيرون إليه ويلفتون النظر إليه، هم بالحقيقة يسخروا من الذين حسن استقبالهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بقدومه على المدينة. على كل حال احنا اليهود اللي كانوا فم كانوا دائما يتحلفوا في الأوس والخزرج، يقولون سيأتي نبي، وما عندهم المسيح هي نصيبهم في الأنبياء. أنا عصاوا سيدنا موسى عليه السلام واستخفوا بسيدنا هارون عليه السلام وبينوا لهم جبناء، وقتل سيدنا موسى عليه السلام قال ادخلوا ادخلوا البيت المقدس حتى تليوا فاتحين لها، قال اذهب أنت وربك فقاتلا أنا هنا قاعدون. وربي كما تقول أنت خلاهم جبناء إلى الأبد، لكن لا يمادي بما أن برنامج الإسلام فاعل في المستوى العالمي، عملوا كل ما في وسع. ولا مذكور في أول سورة بني إسرائيل، أي اللي هي سورة بني إسرائيل اللي هي اسمها الإسراء بالنسبة لي نحن. هم ناس مفسرين قال اسمها كذلك سورة بني إسرائيل. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. نعود إن شاء الله تعالى.